Demo بس. إذا أبارك سيلا مدام. أبارك سيلا. إذن السلام عليكم، مرحبا بالحضور ومرحبا بالمقاولين والقادة الكرام. معكم رغدان فرج، مقاولة في Forever Living Projects وحمدة ديال 6 سنوات، مدربة تنمية ذاتية معتمدة وباحثة في التغذية العلاجية ومعالجة بالطب النفسي التصنيفي تحت التدريب. اليوم إن شاء الله غنعرفكم على مملكة النحل والمنتجات ديالها. نتمنى تكون مساعدين بالأجندة، لأن بزاف المعلومات اللي هي مفيدة واللي غادي تعاون أنها يعني اكتشفوا هذا العالم هذا. إذا نبداو إن شاء الله في منتجات ملكة النحل. طبعا كنعرفوا حنايا منتجات مملكة النحل راه ماشي غير العسل بوحديته، بزاف الناس كتقصيو شنو منتجات ديال مملكة النحل، كيقول لك فقط العسل. لا، منتجات النحل اللي عندها العسل، عندها العكبار، عندها غذاء الملكات، عندها حبوب اللقاح، عندها السم ديال النحل، وكاينه الشمع ديال النحل. إذا هادو منتجات ديال النحل، وطبعا مع الشركة ديالنا العملاقة شركة Forever Living Products راه كتنتج منتجات ديال النحل بواحد الكيفية اللي هي كبيرة، اللي كتدخل في الإنتاج العالمي ب 53%. طبعا هذا واحد الإنتاج اللي هو ضخم ومهم، لأن مهم صحة الإنسان، ومهم يعني منتجات النحل كتستعمل في قرون عديدة، يعني الكفاءة ديالها في الصحة ديال الإنسان. لهذا اليوم غنتعرفوا على هذه المملكة هذه العجيبة، مستمتعة جدا وانا كنعمل هذا العرض هذا. طبعا قلنا شركة Forever Living Products عندها نصف ديال الانتاج العالمي من منتجات النحل واللي كتشوفوه قدامكم. نبداو ان شاء الله في منتجات خلية النحل. البرنامج ديالنا هو اول حاجة غنعرفكم على النحل، ثاني حاجة حب اللقاح، ثالث حاجة العكبر، رابع حاجة غذاء الملكات، وأخيرا إن شاء الله العسل. نبدأ إن شاء الله مع النحل. النحل كيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة النحل بالخصوص: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. إذا شفنا هنا الخطاب ديال الله سبحانه وتعالى، خطاب للأنثى، خطاب أنثوي، لأنه هو مجتمع أنثوي سبحان الله العظيم، يعني بالكامل من غير اللي يستعيب، احنا نعرفوا الشكل ديالو. طبعا النحل زود الله سبحانه وتعالى بواحد الحواس كتساعد في رحلة الاستكشاف لجمع الغذاء ديالها. هي مزودة بحاسة الشم قوية جدا في قرن الاستشعار فوق الرأس ديالها، مزودة بعيون متطورة كتشوف بأشعة فوق البنفسجية، وطبعا هاد الطريقة هذه باش كتشوف هي الشقوق والمسالك وديك النقوش باش كتعرف المنطقة بالضبط بين رحيق ديال الأزهار، وكتقدر تخدم. طبعا هاد المسالك هادو ما كيتشافوش إلا بالأشعة فوق البنفسجية. عندها حاسة الذوق، حاسة الذوق متطورة جدا، كتذوق الرحيق ديال الأزهار وتحدد نسبة الحلاوة ديالو والسكريات ديالو مقابل الماء. طبعا واحد المعمل سبحان الله في الجسم ديالو. مجتمع ديال مملكة نحل العسل كيجتمع، أول حاجة كيجتمع على ملكة واحدة، كيشتمل على عدة يساعيب يعاسيب عفوا الذكور، وكيشتمل على عدد كبير من العاملات أو الشغالات اللي كيتراوح العدد ديالهم ما بين 15,000 و 80,000، وهذا الشكل ديالهم كيبان لكم في الصورة. كانوا ديابو كيبان؟ نتمنى وي كيبان مدام. داكو. إذا قلنا الملكة هي واحد يعني الأم ديال الطائفة والمملكة ديالها الوحيدة، المملكة ديالها اللي أنا كتكون هي يعني هي الحاكمة الناهية في هذيك القافير ديالنا.
طبعا هذا المجتمع ديال النحل نستخدم منه دروس حتى هما في الحياة، لأنه هو مجتمع جماعي كيخدم كمجموعة، ما كيخدمش بفرد، يعني دائما القرار ديالو لصالح المجموعة، ما كيخدمش لصالح الفرد. كذلك ما كيهمش أن الملكة ديالو إلا حس غاب أن الملكة ديالو قلت في الإنتاج ديالها البويضات، راه ممكن يبدل، ما عندوش هذا المشكل مثلا يتعاطف معها او لا شي حاجه بحال هكا. اذا هو الملكه ديالو طبعا كيتم بالاعتناء بها واحد العنايه خاصه، وكيقدم لها الغذاء خاص اللي كيصنعوا النحل خاص، يعني غذاء خاص بالملكه واللي كيتسمى الجيل الرويال. هاد الملكه كتكون الحجم ديالها كبير، كتعمر يعني المرحله العمريه ديالها ما بين 3 سنين الى 5 سنين. العمر ديالها التخطيط يكون في حدود ديال عامين. ما كتقوم الملكه حتى بشي دور، فقط هي عندها الدور الاهم ديالها هو وضع البويضات باش تحافظ على السلاله ديال النحل ما ينقرضش. طبعا وجود ديال الملكه ضروري لوجود ديال الخليه، هو يعني الخليه باش يبقى النحل ديالها ملتف عليها. كتقوم الملكه بواحد افراز واحد الماده كيميائيه اللي كتخليهم ينجذبوا ليها او يعرفوا بان الملكه موجوده، ما حد الملكه موجوده هما كاينين معاه. هذيك الملكه كتضمن الولاء ديالهم ليها بهذيك الماده الكيميائيه، كتضمن الولاء ديالهم ليها لان كيبقاو تابعين ليها. طبعا الا مشات ماتت ديك الملكه راه كيوقع واحد الخلل، ما كيبقاوش يعني ممكن في يعني ديك المملكه كترش وبالتالي كيضيعوا، وفي نفس الوقت كينوضوا يعني الحاضنات ديال الملكه كيقوموا هما باعطاء جيل رويال بويضات او يخصبوا ملكات جداد باش تكون عندهم الحاكمه الثانيه. نجيونا ليعسوب. ليعسوب وهو ذكر النحل، هذا ليعسوب كيعيش فقط 3 شهور، هو اكبر قليلا من النحله اللي هي العامله. هذا اليعصوب ما عنده حتى شي دور، فقط تخصيب ديال الملكه. اما هو الشكل ديالو ما كيقدرش، انه ما عنده الطقم ديالو صغير بالمقارنه مع الملكه الشغيله، ما كيقدرش ياكل يعني ما يقدرش ياكل راسه، ممكن يموت بالجوع، يعني ممكن يعني تنسى يموت بالجوع. المهم ما كيقدرش ياكل اصلا، ما يقدرش ياكل راسه. إذا ما قدمت له شي النحلة الشغيلة الماكلة هو ما غير يتجرأش أنه يمشي ياكل. المجتمع النحل مجتمع منتج، ما كيقبلش في الصفوف ديالو إلا المنتج وبدون محسوبين، إما أن يعني يا إما تخدم يا إما بر صافي. إذا بالنسبة لي يعسف في إما هي مجرد أنها كتخرج باش تلحق باش تلقح الملكة، كترجع كتلقى العاملات الشغالات اللي هي كالمربيه ديالهم واللي كتعطيهم ياكلوا، كتنوض تقتلهم وتقطعهم، تخلي بلا شفقه بلا رحمه، ما عندكم حتى فايده معانا، صافي سالات المهمه ديالكم. طبعا اليعصوب ما عنده حتى شي اله ديال اللعسه يعني باش يدافع بها على راسه ولا شي حاجه، الفم ديالو صغير. الوظيفه ديالو كما قلنا هو فقط تخصيب باش ينتج ملكات يعني ملقحه ومخصبه. نجيو الثالثه هي النحله الشغاله. النحله الشغاله هي كتشكل السواد الاعظم ديال الخليه. طبعا كتمتع بجزء ديال الفم، جزء ديال الفم اللي هي كبيره شويه اللي طويله باش كتجمع الرحيق. كذلك عندها ارجل خلفيه باش كتجمع حبوب اللقاح. كتعيش ما بين شهر ونص حتى 5 شهور، دورة الحياة ديالها هي 21 يوم. طبعا ملي كتدخل ملي كتولد هي المهمة ديالها كتكون في البداية في داخل الخلية، من بعد كتخرج خارج الخلية. طبعا في هذه الفترة هذه كيكون واحد يعني في البداية كيكون عندها واحد الغدد مفرزة، هذيك الغدد المفرزة هي اللي كتفرز ديك الجيل الرويال، يعني كتكون ديك الساعة باقا صغيرة كتفرز ديك المادة ديال الجيل الرويال. ولكن منين كتكبر شوية كتشد ديك الغدة، يعني هي مدة ديال أسبوع أو لا أسبوع ونص، كتشد ديك الغدة دول الغدد اللي كيكونوا كيفرزوا ديك الجيل الرويال، وكتخرج غدد آخرين اللي كيفرزوا العسل. إذا
قلنا عندها هي كتفرز واحد الرائحة خاصة بكل طائفة، يعني كل طائفة ديال النحل عندهم رائحة خاصة بهم، باش ما كتخشي معاهم شي نوع ديال النحل براني عليهم. يعني كيكون ديك النحلة هي ديالنا، ديال القافية ديالنا، كنعرفوا بعضياتنا بالريحة ديال بعضياتنا. طبعا إذا تزاد عدد العاملات في الخلية ديال النحل والضخم، كتنوض ديك الساعة هذا العاملات كينجم يعني كيعطيو البويضات يخلقوا ملكة نحل جديدة، باش كيقسموا ديك الساعة الخلية. كتنوض ديك الساعة الملكة القديمة كتعبي معاها الجيل الجديد ديال النحل، وكتخلي القافية من الملكة الجديدة مع الجيل القادم. هي دابا ديك الساعة مقدرة أنها تخصب البداية من أول وجديد. خلية النحل هي عبارة عن شكل، يعني شكل الخلية هو عبارة عن واحد يعني أشكال سبحان الله سداسية. وهنايا واحد الإعجاز ما شاء الله، يعني مؤخرا لقوا بأن في الرياضيات كيفاش حسبوها، لقاوها بأن علاش سبحان الله ديك الشكل السداسي، يعني ما اخترتش الشكل الآخر. معناها مين جاو يشوفوا الأشكال الأخرى لقوا بأن المثلثات حتى هي تنفع، المربعات حتى هي تنفع، ولكن علاش بالضبط ديك السداسي؟ اكتشفوا بأن أول حاجة المثلثات كتستخدم كمية كبيرة من الشمع، والمربعات كذلك اقل من المثلثات ولكن تستخدم حتى هي الكميه شويه زايده. هذا الشكل السداسي هو الوحيد سبحان الله العظيم اللي كيستخدم اقل كميه من الشمع ديال النحل. طبعا هذه الخليه ديال النحل كتحتوي على عدد من الاقراص الشمعيه، واللي كيتناسب القوه ديال الطائفه اللي كتحتوي على هاد الاقراص ديال الشمع. كتحتوي على العسل، حبوب اللقاح، الحضنة أو الخلفة في أطوار مختلفة مثل البيض واليرقات والعذر. يعني بحال شكل هذوك الأشكال السداسية اللي كنقولوا، يعني بحال شكل المخزن، مخزن ديال حبوب اللقاح وكذلك ديال البويضة. نجي من حبوب اللقاح. حبوب اللقاح هو عنده اسم آخر، غبار الطالع، خبز النحل. كتعتبر واحد مادة مهمة بزاف كينتج النحل، وهي طبعا الخبز ديالو. يعني الماكلة ديال هذاك هو حبوب اللقاح. منين معدل هذاك الحبوب اللقاح؟ معدل من الأزهار أو بودرة الموجودة في الزهور، وهذه البودرة هذه اللي كتعلق أصلا في الشعر ديالو أو في الجسم ديال النحلة. وملي كتدخل كتنظف واحد المنطقة، يعني أو في واحد المكان كيتسمى السلة ديال اللقاح، كتقوم ديك الساعة النحلة في تجميع اللي خرج من، يعني اللي علاق في الجسم ديالها كامل كبودرة وكلشي، كتعملها في ديك الجيوب، ومن بعد كتخرجها كتخلطها باللعاب ديالها، وكتكون ديك الساعة يعني كتكون ديك الساعة حبوب اللقاح، وهو اللي كتغذى عليه النحلة الشغيلة وكذلك اليعسو. وطبعا بخلاف جميع الخلايا، فحبوب اللقاح سبحان الله العظيم كتحتوي على نواتين، نواة للتوالد ونواة للنمو. حبوب اللقاح كتعتبر حبوب اللقاح اللي كيجمع النحل مصدر رئيسي لأهم المكونات الغذائية والعلاجية فيما يخرج من بطون النحل. وقد قد يبدأ استعمال حبوب اللقاح التي يجمعها النحل كغذاء مركز للفيتامينات والأحماض الأمينية والأملاح المعدنية، لهذا استعملت كعلاج للكثير من الأمراض. طبعا هنا بغيتكم واحد الجدول ثاني، يعني الفيتامينات اللي متواجدة في حبوب اللقاح، وهنا كنشوفوا بأنه متواجد فيها فيتامين أ، فيتامين بي، راه جميع منتجات ديال النحل راه فيها فيتامين بي الكامل بجميع انواعه، فيتامين بي الكامل. غنيه كذلك بفيتامين سي، غني عندها بروتين عالي. هنايا الاملاح المعدنيه اللي موجوده في حبوب اللقاح، هنايا كنشوفوا الاملاح المعدنيه، يعني المعادن اللي كاينه في حبوب اللقاح، كاين كتحتوي على الكالسيوم، كلور النحاس، المغنيسيوم، المنغنيز، الفوسفور، البوتاسيوم، السيليكون، الكبريت.
كذلك البروتينات، ما نعرفوا بأن حبوب اللقاح ولا منتجات النحل غنية بالبروتين، يعني لدرجة أن حبوب اللقاح راه أكثر البروتين اللي فيه أكثر من اللحم. يعني بالنسبة للناس اللي هما رياضيين، حبوب اللقاح ما يمكنش ما يكونش كيعرفوه، وبالتالي اللي باغيين يكبروا العضلات أو اللي باغي يخدموا يعني العضلات ديالهم، حبوب اللقاح هي أحسن بديل لديك المنتجات اللي كيستعملوها باش يكبروا العضلات وهذا. إذا أول حاجة فيها أنزيمات هاضمة البروتين، أصلا هذيك الأنزيم اللي فيها هما دابا حتى ديك البروتين اللي كيدخل للجسم ديالنا، سبحان الله ربي، سبحان الله الله، يعني يكون واحد المعدة ديالو على قد الهضم ديال البروتين ما كيكونش جيد، هي فيها ديك حبوب اللقاح كاين بروتين، كاين فيها انزيمات اللي كتهضم ديك البروتين نفسه، يعني ما مخدملكش المعدة النهائي. كذلك مصرح بها في الأولمبياد بالنسبة للرياضيين، كأن كمنشط قوي كيزود القوة العضلية، كيزود الطاقة، وكيعطي القوة ديال التحمل. الفوائد ديالو هنايا كما كتشوفوا الأحماض الأمينية، كاين الأرجينين، كاين الحمض الأميني، المهم إيسوليمسين، وكاين ليسيوم، وكاين ليسين. إذا قلنا حبوب اللقاح لاش كتصلح، الفوائد ديالها، الفوائد ديالها ساحر، هو مضاد التهاب ساحر، لاش العدوى بكتيريا كيضاعف الفيروسات، لأن الفيروس ما كتموتش إنما كتضاعف. مضاد أكسدة رهيب، كيقضي على الشوادر الحرة، كينظف الجسم من السموم، كيحيد الالتهابات، كينظف الخلايا من الشوارد اللي كيزيد من الخلايا المناعية التي سيلز اللي كتاكل البكتيريا. ممتاز ممتاز بزاف في سرعة الاستشفاء، خاصة مرضى السكري، لأن مرضى السكري معروف عليهم أنهم صعيب عليهم أن يتشافوا، خاصة إذا وقع لهم شي جرح ولا شي حاجة. الحبوب اللقاح ممتاز لهم، خيار بديل واعر لهم. كذلك كيسرع في الاستشفاء من الجروح وحتى من الحروق. حاجة أخرى وهي اللي مهمة مهمة بزاف للرجال، هذه خاصة الرجال فقط، كيزيد معدل ديال التستوستيرون، وكينقص معدل الاستروجين. الناس الرجال اللي عندهم مشكل ديال السمنة المفرطة، وبالأخص ديك السمنة اللي الشكل ديال الراجل كيكون فيها عنده في حشرة ديال المرأة، يعني السمنة في مواضع اللي كيكونوا عند المرأة، بحال الصدر، بحال الدرعين، بحال الجناب، يعني هاد المواضيع هادو عرف بان السمنه اللي عنده كتكون فيها الاستروجين غالب. ملي كيجي هاد الاستروجين كيجي من ديك الاكل ديال الدجاج المهرمل، كيجي من الاكل المصنع، كيجي من الصوجه اللي موجوده في بزاف المنتجات اللي هي مصنعه، موجوده اصلا في، يعني الاستروجين كيتزاد حتى كذلك من سبب المبيدات الحشريه اللي موجوده في النباتات وفي الخضار وفي الفواكه، يعني هادو كاملين اسباب يعني اللي كيسموا الجسم ديالنا. طبعا باش نضفوا الكبد من الاستروجين، والجسم ديال يعني الرجال يحافظ يعني يسترجع القوه ديالو، يحتاج طبعا الكبريت، وهنايا كيحتاج البروكلي، الشيفلور، ديك الكرنب الصغير، كذلك جلوتاثيون، شوربة العظم ديال البقر، وطبعا حبوب اللقاح اللي هي كتنظف الجسم من الاستروجين اللي كتنظفه بشكل عام، وطبعا كتعلي التستوستيرون، وفاكيت على التستوستيرون كيهبط الاستروجين. كذلك كتحتوي قلنا على بروتين عالي معادن فيتامينات بصفة يعني بالجملة. حاجة أخرى فاش كتفيد، كتحسن القدرة على الإنجاب، القضاء على الإجهاد وإزالة أعراض الدورة الشهرية عند النساء، كتقوي الكبده وكتنظفه، وكتحجز السموم، وكتمنع تسرب الدهون، وكتحمي الكبد من التليف الكبدي، كتمنع التوتر العصبي وامراض البروستاتا، كتقوي اجسام الاطفال والشباب والكبار، ويمدهم بالفيتامينات والانزيمات والعناصر الغذائيه من المعادن الهامه والاحماض الامينيه، كتستخدم كعلاج للبواسير وضعف الاورده والشعيره الدمويه، كذلك
كتعاود تبني وكتقوي جهاز المناعه، كتساعد في شد جلد الجسم وتنعيمه، وهنايا لانها كتحتوي على الفيتامين سي وبزاف الاحماض الامينيه، كذلك علاج العسر الهضم، الهزال، النحافه، كتساعد على فتح الشهيه وتنظيم عمليه التحويل الغذائي في الجسم، علاج ممتاز لامراض الشيخوخه، زياده مقاومه الجسم للانفلونزا والنزلات الشعبيه، يعني ممتازه في الوقيته ديال البرد، كذلك زياده كريات الدم الحمراء ورفع نسبه الهيموغلوبين للناس اللي كيعانيوا من الانيميا، مفيد للنساء الحوامل لاحتوائه على نسبه عاليه من الحديد والفوليك اسيد اللي كيمنع تشوه الاجنه، مفيد للمرضى اللي كيتعالجوا بالادويه المشعه والمرضى اللي كيتعرضوا للكشف الدوري بالاشعه بحال الناس السرطان وامراض المناعيه، علاج الجروح بشكل أسرع وتجديد الجلد السريع، علاج التهاب الأمعاء الدقيقة، علاج نزيف ملتحمة العين، منع النزف الداخلي اللي كيتصاب به المرضى المصابون بارتفاع الضغط والسكري، كتزيد حبوب اللقاح نسبة الأكسجين في الدماغ والخلايا بصفة عامة، ما يساعد في تحسين القدرة العقل وتحسين الصحة عامة وقتل الخلايا السرطانية، كذلك كتزيد من تسريع إصلاح الأنسجة في جميع الجسم اللي كيجعلها ذات فعالية كبيرة في إزالة الندبات اللي كتنشأ بعد العمليات الجراحية، كذلك كتعالج حبوب اللقاح مرض الحساسية الموسمية، خاصة الناس كيعانيو من هذه الحساسية الموسمية في الوقيته هذا بالخصوص، عندك الوقيته ديال الخريف والوقيته ديال الربيع اللي كتهيج طبعا بسبب الانتاج ديال اللقاح اللي كتنقل بالريح، كتحفز عملية التطهير في جميع أنحاء الجهاز التنفسي. طبعاً التناول ديال الحبوب اللقاح هو آمن للجميع، إلا هنا هي واحد القضية نأكدوا عليها. بالنسبة للمنتجات ديال النحل، المنتجات ديال النحل إلا كان يعني بصفة عامة، يعني تنبيه بصفة عامة، اللي عنده حساسية من قرصة ديال النحل أو يعني من العسل، فراه كل منتجات النحل بصفه عامه غادي له الحساسيه، اذا اذا كان عنده حساسيه من 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 النحله او من العسل او يعني من حبوب يعني بهذا يعني هاد المنتجات، يعني عرف راسو بان حتى منتجات ديال النحل الباقيه راه عنده حساسيه اذا يمتنع عليها. بالنسبه للاطفال اقل من سن يمنع منعا باتا ان يتعطى لهم لا عسل ولا منتجات النحل، لان اصلا البكتيريا يعني مضاد البكتيريا باقي ما تكونش عندهم بواحد الشكل وكافي باش يقاوم ديك البكتيريا اللي كتكون موجوده في المنتجات ديال النحل. وبالتالي بالنسبه للاطفال الصغار اللي اقل من عام راه بالنسبه لهم راه سمهم قاتل. اذا بالنسبه للناس اللي عندهم سيوله ديال الدم، اول حاجه يستشيروا مع الطبيب، لان المنتجات ديال النحل كامله كتزيد في السيوله ديال الدم، اذا الاحسن ياخذ الاستشاره ديال الطبيب وهو اللي يحدد له القيمه او القياس اللي غيقدر ياخذ. هذا فيما يخص لا باقي 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 الفوائد ديال حبوب اللقاح. قلنا كتوفر الحمايه ضد يعني معظم الفيروسات، لانها كتحفز الخلايا المناعيه على انتاج مضادات الفيروسات وكتنشط الكريات البيضاء، من المضادات الحيويه اللي موجوده في حبوب اللقاح البنسلين، وهو مجرد نموذج اولي اللي كيمنع نمو بعض الكائنات الحيه الدقيقه. بالنسبه للتناول ديالو ممكن يتناولوه كاقراص من البالغين من 6 الاقراص الى 9 اقراص يوميا في الاسبوع الاول، ويمكن زيادتها في الاسبوع الثاني حتى 16 قرص، يعني بدون اثار جانبيه او مشاكل او اضرار على الجسم، ما عندها حتى علاقة يعني شي مشاكل، حتى إذا كان الإنسان كيتناول الدواء ديالو ما ينوضش يقول لك أنا نوقف الدواء ونستعمل هذه، لا ما عندها حتى شي علاقة، غذاء بصفة عامة يمكن ياخذه مع الدواء ديالو. كذلك أنه ممكن أن هذا نقص ضغط يعني الضغط الدموي يعني التونسيون، ولكن الناس اللي عندهم طونسيون ما يفكروش بان مجرد ان غنتناول حبوب اللقاح غيخفض لي طونسيون، لا يخصك واحد المده طويله ومتابعه طبيه، يبقى يتنقص لك بالتدريج بالتدريج عادي ان شاء الله يحيدوا لك، لان بزاف الناس كيبداو الا كياخذوا شي حاجه كيبدا تعطيها واحد المفعول يعني في الامراض اللي هي مزمنه بحال الطونسيون بحال السكري ما يقطعوش الدواء،
مدوا البلفار التنصير في هذه القضيه هذه، ما يتقطعش الدواء مباشره، لا هذوك الادويه هذوك في الامراض المزمنه كيتقطعوا تدريجيا وتحت الرقابه ديال الطبيب. اذا نجيو هادو الامراض اللي كيعاون فيها حبوب اللقاح، يعني شو التشكيلات تبارك الله ما شاء الله في بزاف ديال الامراض. نجيو العنصر اللي هو الثالث اللي هو العكبر، والعكبر اللي هو البروبوليس، وهذا عنده بزاف الاسماء، يعني صمغ النحل عنده يعني بروبوليس، العكبار، غراء النحل، لعاب النحل. وكيتقال بان ارسطو هو اللي سماه بروبوليس لان الاسم اللاتيني مكون من كلمتين برو كتعني قبل او امام، وبروبوليس بوليس كتعني المدينه او الحصن، يعني امام الحصن او قبل الحصن، يعني المسمى اللاتيني. اذا هو شنو هذا العكبر؟ عكبر هو الصمغ ديال النحل او الماده اللي كينتج النحل. من الماده اللي كينتج النحل عن طريق تجميع مواد راتنجيه صمغيه من قلف الاشجار والبراعم ديالها، وكيتم المعالجه ديالها بطرق خاصه، وكيتضاف عليها افرازات كتخرج النحل من الطن ديالها، وكتدرج يعني اللون ديالو ما بين الصفر والبني او البني المخضر، يعني حسب المصدر ديال النباتي اللي كتكون استعملت النحله. عنده واحد الرائحه اللي زاكيه كتشبه شويه الفانيليا، وفي نفس الوقت اذا مشى وتحرق مثلا بحال البخور كيعطي واحد الرائحه اللي هي عطريه. نجيو الدور ديالو، هاد العكبر في الخليه كتقوم جماعه ديال النحل باضافه مفرزات لعابيه مختلفه الى هذا الصم، من بعد كتضيف له شرائح من الشمع اللي كتصنعوا كيخرج مزيج خاص من صنع النحل. كيستخدموا النحل بطريقتين، الاولانيه تثبيت الخليه والدعم ديالها والاغلاق الثقوب والفوهات اللي كتكون فيها، الثانيه كماده حاميه لخليه النحل، كتوقف واحد 6 مانع من دخول الجراثيم من الخليه او من الحشرات ولا القوارض اللي كتبغي تدخل للخليه، وكيتم القتل ديالها. يعني النحل كينوض يستخدم هاد العكبر في التحنيط ديال الكائنات اللي كتغزو الخلايا مثل الفئران، الوزاغ، الدبابير وغيرها. من بعد ما كيقتلها باللسع كينوض يغطيها بطبقه من العكبر وكيمنعها من التحلل، باش ديك المواد يعني ديك الكائنات اللي في المواد اللي في الكائنات اللي هي ميته، يعني في المواد اللي غتخرج منها هذا البكتيريا او الطفيليات اللي غيخرجوا منها ما يأذيوش الخليه ديال النحل. كيقول الخبراء ان العكبر موجود من اكثر من 54 مليون سنه، وان الاستخدام ديالو من قبل الانسان يعني الاف السنين. استعملوا ابو قراط، يعني ابو الطب، يقول له ابو الطب، كمرهم في علاج الحروق والجوع. وفي بعد 4 قرون كتب الطبيب الروماني الشهير ليني عن فوائد العكبر في شفاء الجروح وتخفيف التورمات وتطريه المناطق القاسيه. استعمل هذا العكبر كذلك في القرون الوسطى كماده مضاده للالتهابات جوف الفم عفوا، ومضاد لفلح الاسنان. هنا باش نعرفوا بان الخصائص ديالو مهمه بزاف، كمانع بكتيري وفيروسي رهيب، ومضاد حيوي قوي في الطبيعه. بالنسبه للاسنان كيمنع التسوس ديال الاسنان، ممكن تمضغو كمسكه، ممكن كيحيد لك رائحه الاسنان، كيحيد لك مشاكل اللثه اللي كتكون بين الاسنان، كيحيد لك كيمنع لك النزيف ديال اللثه، وكذلك كيعالج الم ديال الحلق، يعني عنده عدة فوائد. كما أنه كيتستعمل في حالة الزكام، ألم مفاصل، كما أيضا المصريين القدماء استعملوه يعني في تحنيط المومياوات. وفي واحد الوقيته كانوا كيستعملوه في الصورة ديال الوالد ملي كيتلد على أساس باش يحماه أو يعطيه القوة، ولكن هاد العادات هذه تحيدت مع اكتشاف ديال الطب الحديث.
السم النح يعتبر من أقوى المضادات الحيوية اللي كاينه في الطبيعة على الإطلاق، لذلك زاد التركيز عليه في الآونة الأخيرة، وقامت بزاف ديال الشركات بالتعليم ديالو والتقديم ديالو للمستهلكين. طبعا يعني كيتستخدم في علاج أمراض بزاف الأمور. المكونات ديالو كيتميز شمع النح أو صمغ النح على 55% مواد حمضية راتنجية، 30% شموع، 10% كالسيوم وزيوت أثرية عطرية، و 5% فيتامينات ومعادن وبروتينات. هادو المكونات ديال العقار. الفوائد ديالو كما قلنا مضاد حيوي طبيعي ذو قدرة خارقة لقتل الكثير من أنواع البكتيريا والفطريات، مضاد الأمراض الفطرية والفيروسية، كيدخل في تركيب المطهرات ديال العملية الجراحية، علاج الجروح والتسلخات والحروق، وكذلك كيساعد على تكوين الأنسجة والتئام ديال الجروح بشكل كبير، مقاوم لبعض الأمراض الجلدية وكيمنع تكون سرطان الجلد، مفيد في التهابات المفاصل والحمى الروماتيزمية وعلاج التهابات الجهاز العضلي المفصلي، علاج أمراض الفم والأذن والحنجرة والأنفلونزا، علاج بعض أمراض المعدة وقرحة المعدة والإثني عشري والقولون ومقاوم لسرطان القولون، علاج ناجح لأمراض الغدة الدرقية، علاج الأكزيما المزمنة، قتل الخلايا السرطانية ووقف نشاط لها. كذلك كيوسع الأوعية الدموية وكيخفض الضغط بالتدريج، يعني كيعطي واحد الطاقه رهيبه للجسم، كيرفع الطاقه ديال الجسم بشكل كبير، كيقاوم تسمم الغذاء. وهنايا نشير لواحد النوع ديال البكتيريا او واحد النوع ديال البكتيريا معروفه يعني ستاف اورياس ولا الفيتاليس. هاد البكتيريات هادو كيسببوا الاسهال، كيسببوا القائم بزاف الناس، وكيطلعوا الحراره وكيوقع تسمم الغذائي. وهاد البكتيريات هادو واش بهم ما كيموتوش الا بروبوليس فقط، يعني ما تجيب لهم تشي مضاد حيوي ما يقتلهم، بروبوليس سبحان الله وصلك لصندر دائم. طبعا قرحة المعدة مزليلة كيحارب فيروسات، أخص عملت واحد الدراسة بأن كيقضي على فيروس الكبدي الإيباتيت سي والإيباتيت بي، ولكن بقية تحت الدراسة. يعني هاد الماء ديال العقبات. نجيو للغذاء الملكي، اللي كنقولوا غذاء الملكة، غذاء الملكة يعني سبحان الله العظيم. الدرس الثاني اللي غادي نعطيه لنا الخلية النحل، الغذاء ديالك يا اما يخليك عامل يا اما غذاء بوحدو، غذاء الملكة بوحدو. اذا قلنا العامل شنو الغذاء ديالو؟ الخبز النحل البروبول البولان. ولكن تشوفوا الغذاء الملكي شنو هو. اذا الغذاء الملكة النحل، غذاء ديال الملكة النحل قلنا غذاء ملكة النحل، عندها ملكة النحل عندها واحد المميزات مقارنه بين الاعضاء ديال الخلايا، هي اقوى واكبر في الحجم واطول، وهي اكثر نشاطا وخصوصا، وكتوضع ما بين يعني كتوصل ان توضع في اليوم 1000 بيضه في اليوم تقريبا على حسب الخلايا النحل. السر في ذلك هو الغذاء الملكي النوم. اذا شنو هو هذا الغذاء الملكي؟ طبعا غذاء الملكة هو السائل الهلامي ابيض، كتفرزو ديك الشغالات النحله الشغاله اللي كتكون بقى يلاه خرجت من البويضه ديالها، يعني من الشرنقه ديالها عفوا، من المقدمه ديال الراس ديالها، وهو من الغدد ديالها، وكتقوم ب يعني الاعطاء ديالو، يعني كيتعمل في واحد المكان معين كيتغداو به فقط ملكة ديال النحل، او كيتعطى شويه من البويضات، يعني كيتخصبوا به البويضات كيتعطى لهم على اساس باش يخرجوا يعني نحل مده فقط 3 ايام. فوق 3 ايام هذاك خاص بالملكة. طبعا ثبت ان الغذاء الملكي كيعمل على تنشيط اعضاء الجسم وكيزيد سرعه التحول الغذائي ديالها، كيشفي حالات الارهاق والهبوط
كينشط الغده وكيزيد كيؤدي الى زياده النشاط الجنسي، سواء كان ضعف ناجم بسبب السن او مسببات اخرى. كذلك لا يقتصر اهميه الغذاء الملكي على انه اكثر قيمه غذائيه من لبن الثدييات، بالاضافه الى احتوائه على الكثير من المواد السكريه والبروتينات والدهون وكذلك العناصر المعدنيه والفيتامينات ومواد اخرى. كاين مواد اللي باقي لحد الان ما تعرفوش عليها. كيمر في الدم بدون حاجه الى عمليه الهضم. في عام 1977 ذكر الدكتور بوريشي أن الغذاء الملكي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية المعروفة وبعض العناصر المعدنية والفيتامينات والمواد الكربوهيدرات يعني السكرية والمواد الدهنية. فاش كيفيد هذا الغذاء الملكي؟ طبعا ما قلنا هو عنده بروتينات عالية جدا، أحماض دهنية عالية جدا، فيتامينات كثيرة من أهم ديالها فيتامين سي وفيتامين أو، معادن بحال مغنيسيوم بوتاسيوم صوديوم، أنزيمات هاضمة وهرمونات وحوالي 250 مركب غذائي. وأهم حاجة في المركبات الغذائية اللي عند يعني غذاء الملكات هي واحد يعني واحد الأنزيم اللي اسمه 10H2DA، منع التهابات رهيب جدا. وكاين الام ار جي بي اللي هي مواد كتستعمل في يعني السحر اللي كتعمل لك غذاء الملكي. طبعا خصوبه كبيره، طاقه خصوبه زياده المعدل ديال الخصوبه، عند النساء كتزيد الاستروجين وعند الرجال كتزيد التستوستيرون وكتضبط الهرمونات وكتعمل التوازن ديالهم وكتقوي الخصوبه بشكل كبير. الشيخوخه كتقلل من اعراض الشيخوخه، يعني لان المركبات اللي كتدخل المخ كتزيد من ذكاء الاطفال، كتقلل الشيخوخه كتمنع الزهايمر وكتقلل القدره الذاكره عند الكبار، يعني عفوا ماشي كتقلل بالعكس كتزيد القدره ديال التحصيل الدراسي وكتزيد الصفاء الذهني وكذلك القدره ديال الذاكره عند الكبار وعند الصغار. مانع التهابات رهيب جدا، كيحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والكولاجين اللي كيحتاجها الجلد والمفاصل. كذلك عنده واحد المركب اللي اسمه الميميك شبيه بالاستروجين، واللي هو بالنسبة للنساء اللي كتعاني من أعراض انقطاع الطمث، يعني واحد الحاجة كتشبه الاستروجين، يعني واخا يعني كيمشي الاستروجين من الجسم ديال المرأة راه هذا الغذاء الملكي كيعوضوا له، وبالتالي ما كتبقاش تحس ديك الاعراض ديال الطمس، ديك الهبات الساخنه والمشاكل. كذلك تعملت واحد الدراسه في العراق اكتشفوا ان التستوستيرون كيتزاد عند الرجال بنسبه ديال 40% عند تناول الغذاء الملكي. كذلك دراسه تعملت في اليابان كيزيد امتصاص ديال الكالسيوم من 40% الى 50%، واللي مزيان بزاف هو ان كيقوم باخذ الكالسيوم الحر اللي كيكون في الجسم ديالك واللي كيسبب مشاكل في تصلب الشرايين ومشاكل عديده في الجسم ديالنا، لان الكالسيوم اذا كان حر في الجسم كيسبب تسمم وكيعمل مشاكل كثيره. طبعا هو كينظف لك الجسم ديالك من هذاك الكالسيوم، كيشبروك بدا يدخلوا لك العظام ويدخلوا لك النسنة، يعني هشاشه العظام نسى، تصلب الشرايين نسى، التونسيون طالع كذلك نسى. اذا كيحتوي على فيتامين بالكامل بنسبه عاليه جدا بجميع انواع، يعني بكل انواع ديالها، اذا مانع اكتئاب، مانع التهابات، مانع التهاب الاعصاب، مانع الانيميا، مانع لمشاكل الذاكره والمخ، يعني مهم بزاف. اذا من الفوائد ديالو قلنا كمضاد حيوي رهيب لقتل الفطريات قلنا الفوائد ديالو كيعمل على زياده النشاط الجسماني والذهني والعصبي، مفيد جدا في حاله الضعف الجنسي لدى الرجال حيث يعمل على تنشيط الغده التناسليه، مانع تجاعيد الجلد وتاخير الشيخوخه لاحتوائه على نسبه عاليه من فيتامين سي والكولاجين، وجيد للامراض الشيخوخه والانهيار النفسي للمسنين والتهاب البروستاتا.
علاج أمراض الكبد، فاتح شهير الكبار والصغار، ويعمل على زيادة الخصوبة، علاج اضطرابات الأعصاب وفقدان الشهية ومانع الإصابة بمرض السكري، علاج الأنيميا والألم العصبي، علاج جيد لضعف النمو وجفاف الفم والشفتين، مانع الإصابة بالتهاب تجويف الأنف للتجويف في الفم والإصابة بالديستينارية. الديستينارية هو التهاب الظهر اللي كيصيب يعني الأمعاء نتيجة يعني واحد العدوى أو البكتيريا أو الطفيليا. كثير من الأمراض الجلدية والصداع النصفي وسقوط الشعر، أمراض معوية، تصلب الشرايين، تراكم الكوليسترول. علاج بعض الأمراض الجلدية مفيد في التهاب الجروح، كذلك مفيد في علاج حالات القرحة الاثني عشري، كيقوي المناعة بشكل كبير، مقاومة للشعوب الإرهاق الناتج عن الأرق، كيرفع الكفاءة الذهنية والقوة ديال الذاكرة، يعني غذاء ملكة فعلا في العسل. إنما واحد الحاجة مهمة باش ما ننساهاش، غذاء الملكي، الغذاء الملكي ما يمكنش تمشي عليه واحد الفترة اللي هي طويلة وتعمل ملكة النحل، يعني ما تاخدوش بواحد الشكل اللي هو متواصل، لأن كما قلنا الفوائد الجمة اللي فيه وهذه القوة وهذه النشاط اللي فيه ما ينفعش أنك تمشي عليه واحد المدة طويلة، يعني تاخد واحد المدة ديال شهر تقريبا، حبس واحد شهرين ثلاث شهور عاود رجع تاخدو، يعني على حسب حسب الحالة المرضية. طبعا الناس اللي عندهم مشاكل مرضية بحال سرطانات وشي آخر يعني كيحتاجوا يعني بشكل أكثر من الإنسان العادي. أما الإنسان العادي يكفي 21 يوم أو 20 يوم أو مثلا شهر يحبس واحد ثلاث شهور. إذن هذا بالنسبة للغذاء الملكي. نجيو للعسل. العسل هو عبارة عن سائل حلو كيصنعون النحل باستخدام رحيق النباتات الزهرية، وكيكون يعني كيتواجد حوالي 320 نوع مختلف من العسل، بحيث كيتفاوت في اللون والرائحة والنكهة والطعم. يحتوي العسل على جزء كبير من السكر بالإضافة إلى مزيج من الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن بينها الحديد والزنك ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى استخدام العسل كأحد المحليات الطبيعية يستخدم باعتباره عاملا مضادا لكل من الالتهابات والأكسدة والبكتيريا، وتم تناوله عن طريق الفم أو في علاج السعال موضعيا أو موضعيا يعالجوا به الجروح، يعالجوا به التئام ديال الجروح. عسل بهاني لشركة فوريفر. يحتوي عسل فوريفر على العسل الأبيض المعروف بتعزيز الصحة الغذائية، هو عسل جبلي نقي خالي من أي مواد صناعية، كانت شركة فوريفر من مزارعها بريف إسبانيا، حيث ظروف مواتية ليكون منتج على عالي الجودة، وكتعتبر منتج طبيعي 100% مستخرج من أفضل المناحل ديال المناحل ديال الشركة في أمريكا وفي إسبانيا، وهي أكبر منتج للعسل في العالم كما قلنا بنسبة ديال 53%. وأمامكم القيمة الغذائية لفوريفر بهاني جدول. طبعا كيضاف لهذا العسل هذا كذلك غذاء الملكات وحبوب اللقاح لزيادة القيمة الغذائية دياله، وكيسهل الهضم، ويستخدم كمقوي عام لجميع الأعمار صغار وكبار، ويشتمل العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم مثل المعادن، الفيتامينات، الإنزيم، البروتينات، الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية كذلك. يحتوي عسل بهاني على جزء كبير من السكريات بالإضافة إلى مزيج من الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، وكيستخدم كمحلى طبيعي أو مضاد التهابات والبكتيريا. إذن كما قلنا في الجدول، هذا الجدول هذا كيعطيكم القيمة الغذائية اللي كاينة في هذا العسل بهاني. يحتوي على لاكتوز، جلوكوز، كذلك الأملاح المعدنية، كالسيوم، حديد، مغنيسيوم، فوسفور، بوتاسيوم، صوديوم والزنك، كذلك يعني مادة غنية جدا، مادة غنية جدا. نعطيكم التجربة ديالي مع مرض السرطان، ابتدي في مرحلة بداية المرحلة الثالثة، ومنتجات النحل. إذا ردوا البال من هاد التحاليل اللي كنت عملتهم في التحليل الثالثة من بعد الكيماوي، يعني من بعد الحصة الكيماوي الأولى، الحصة الكيماوي الثانية، الحصة الثالثة. الحصة الثالثة كنت وقفت واحد المدة
تقريبا 11 يوم توقفت المنتجات ديال فوريفر بصفه عامه، لان كان الراجل ديالي واحد الدكتور الله يجازيه بخير، كان قال له بان هذوك منتجات تجاريه فقط لا تغني ولا تسمن من جوع، وانت تستعمل حاجه هي طبيعيه يعني وان شاء الله غادي يكون الخير. طبعا الراجل ديالي ما كيقولوا المصريين ما صدق، قال لك هذا الشيء هذا راه تخربيق، وهذه دابا انت غادي تستعمل منتجات ليا اخرى. فانا استعملت منتجات الياباني، كان عباره عن بولان جابوا من عند واحد السيد عشاب، جاب عسل كاندون سيدر، وكان هذا نسيت الاسم ديالو، المهم واحد الخلطه كانت في ديك العسل استعملتها. طبعا انا العسل في ديك الوقيته هذه كانت ممنوعه عليا لان هرمونات مهونه. نيجي نعمل التحليله كما كتشوفوا على الجهه اليمين، التحليله كتعطي بان عندي انيميا 7.8 و 3100 في الكريات البيضاء. شوفوا التاريخ بالضبط 11/10/2021 على الشمال 16/10/2021. طبعا هذه التحليله ديال 11/10 كان الاثنين لغدا ثلاث، كنت مشيت من عند الطبيب ما قدرش انه يعمل لي الكيماوي، قال لي ما يمكنش لان غادي نقتل لك اول حاجه انيميا حاده، ثاني حاجه المناعه هابطه، اذا نتسنى واحد ثلاث ايام وغادي نعمل لي التحليله وديك الساعه نشوفو. الاربع كنت جيت المنتجات الخميس، الاربع استعملتهم الخميس الجمعه، السبت مشيت حلت، السبت كان 16/10/2021 انيميا طلعت بدرجة يعني 7.3 سعود. شوفوا المفاجأة، كريات البيضاء 6990 يعني فرق كبير، ماشي شي حاجة اللي هي. كان طبعا استعملت أنا جيلي رويال، استعملت البروبوليس، استعملت الأوميغا، استعملت الألوي فيرا، فيتامين سي، البروب بي، يعني هادو كاملين استعملتهم في هاد الوقيتة هادي. طبعا كانت واحد التحليله اللي بالنسبه لي اللي كانت صافي ما كاين اللي يجي معايا يقول لي بان حقا هادو منتجات تجاريه، هادو ما عرفتش عني ما يهضر معايا حد، عندي واحد الثقه كبيره في المنتجات. وما وقفتش الحمد لله، ان مستمره المنعه ديالي سبحان الله من هذيك 6900 اللي شفتوها قد طلعت 6000 19000 10000 توصل. نيجي نعمل العمليه كانت 10300 والحمد لله. الاعراض الجانبيه ديال الكيماوي ما كنت كنحس حتى بشي حاجه، يعني ما كان كانت شويه ديال التغيليفه الرخيه، كنت كنظن بان يعني ديك الرخيه يعني عادي، يعني شويه كنحس بان بحال الجهد شويه كيتنقص، ولكن سبحان الله عاودت نرجع النشاط ديالي، كنحس يعني الحياه ديالي اليوميه كنعيشها عادي. النهار الثاني من كنعمل كيماوي لا غدا كتلقاني خرجت كندور، يعني مسافات طويله ما كنجلسش، النشاط الجسماني النشاط الذهني الحمد لله ما حسيت، يعني ما في ديك الوقيته ما تعرضت حتى شي مشكل حتى النهار الاخر، يعني حتى الكيماوي الاخر الكيماوي الاخر يعني موراه بواحد الخمس ايام اللي كان تصبت بفيروس كورونا الاوميكرون، والحمد لله يعني ما دامني لحق ثلاث ايام اللي كان جوز معايا، والحمد لله جمع رجله معايا ما بقاش كيضرب بيا. وفي هذيك الوقيته هذيك كنت خوفانه انا المناعه تكون هبطالي، ولكن الحمد لله المناعه العكس نشطت كثر ووصلت 10305. يعني هذه واحد التجربه اللي هي مبسطه، انا باقي كنستعمل منتجات وباقا كنتعالج، لان دابا حاليا وصلت للمرحله ديال الكنترول والحمد لله جوزت للمرحله الخطيره، يعني دابا حاليا انا في مرحله المراقبه، ومع ذلك ما وقفتش المنتجات، باقي كنستهلكم ماشي بنفس الكيفيه اللي كنت كنستهلكم ديك الوقيته اللي كان عندي يعني كيما وديك الشيء، ولكن باقيه مستمره، لان مادام يعني غفل اذا باش تغفل ترى غادي يرجع غادي يرجع. اذا اذا كاين شي اسئله
طرحوها مرحبا، وكنشكركم على المتابعة ديالكم وحسن ديال الإصغاء والمشاركة. أهلا وسهلا مدام. أهلا وسهلا. أول حاجة تبارك الله عليك مدام، تبارك الله على التكوين اللي غنقول لك كان شامل، وما شي ما درتيش دابا التكوين هذه ديال المنتجات ديال خليط النحل، مي درتي التكوين على النحل. رجعتيني تبارك الله عليك، وأنا مأكد أن هذه المعلومات اللي عطيتيها بيان سيغ الناس عطاتهم فكرة على النحل وكيفاش كيعيش وشنو هما الأنواع ديال النحل اللي كاينين وكل نوع شنو الدور ديالو وشحال كيعيش، ماشي غير النحله كتجي كتشوفها كتهرب منها، ولكن هذيك النحله شكون هي؟ إذا رجعتيني شوية اللور، لأنه أنا في الأصل يعني في تقريبا نقول لك أنا في 98 من 97 تقريبا، وكنت كنديرو التربية ديال النحل مع الوالد الله يرحمه في الفيرما، وكنت هذيك الوقيته خديت هذا البروجي على يعني خديته زعما كمشروع كو زعما نشتغل فيه، ودرت عليه واحد الدراسه قويه، لانه الميدان انا كنبغي ندخل شي ميدان كنبغي نقراه وندخلو زعما صحيح. وفعلا سبحان الله العظيم هذيك المده اللي اشتغلت فيه لا انا والاخ ديالي، وكنت جبت واحد السيد بروفيسيونيل اللي كان هو الاستاذ ديالي في ذاك الوقيته الحمد لله، وجبت لواحد الشخص ثاني بروفيسيونيل استاذ ديالي الثاني، غنقول لكم لقيتوا بانه عالم اللي فريمون كنقول عفوا فوقاش نجي من القرايه ونجي ونمشي ندخل النحل. حتى واحد الوقيته وصلت انني النحل كندخل في وسطو ما كيقصني ما والو، وكزياده بانه النحل نورمالمون يحس بك انت ما يعني ما مرتاحش ليه، شنو كيدير؟ هي كيعطيك العصا مزيان، لا يحس بك ما مرتاحش كتاكل العصا ما فيهاش، ولكن الا كنت انت مرتاح وكتبغي النحل هو كي صافي كيخليك هذاك عادي وكيخليك ترونكيل، يخصك عما تاديش باش ما ياديش. اذا تبارك الله عليك مدام، صراحه انا عارف بانك راه تبارك الله عندك تجربه قويه مع المنتجات ديال النحل، وبقيتي بديتي كتبحثي بداو كي هذوك الاسئله اللي كانت عندك على هذوك النتائج اللي حصلت عليها اللي كتقول ها علاش. اذا كتجمع المعلومه والتجربه راه تبارك الله راه فيها كلشي. اذا نقدر نقول لك بحكم تجربتي الحمد لله مع المكملات الغذائيه، ولكن قبل ما نهضر عليها ولا كان شي سؤال مرحبا، كاين واحد لو بوين، واحد النقطه مهمه بزاف. دابا سمعتوا خليتوا معلومات على مكمل على المكملات الغذائيه ديال منتوجات خليط النحل، وكاين بزاف ديال الناس كيعرفوا المنتوجات ديال خليط النحل وكيلقاوها في مجموعه ديال الاسواق، وكاين محلات كيديروا هاد المنتجات ديال خليط ديال النحل مزيان شي كله زوين، ولكن كاين شي حوايج انا نقول لكم دابا بحكم مدام مجهوده دابا مشات علميا مشات على الشيء اللي هو كاين، غنقول لكم شنو كيوقع دابا حتى في البولين وفي لاجوري رويال والبروبوليس سيرتو اللي كيدخل من برا، وبيان تالا كان هنا في المغرب غنقول لكم راه كاين بولين كاين لاجوري رويال كاين بروبوليس، ولكن في كاين المشكل هو في هذيك القيمه الغذائيه اللي فيه، واش فعلا كاينه ولا ما كاينش؟ إيه لاجوري رويال، ولكن القيمه الغذائيه اللي فيه اللي هضرت عليها مدام نور الهوده راه ما كاينش، باش نكون واقعي، هذيك القيمه كنركز وانا هادشي كنقول لكم وانا مأكد منه كنقول علاش؟ حيت كاين بولين كيخرج كيجي من لاشين وكيدخل وما كيدخلش عن طريق الهومولوغاسيون ما كيتهومولوغاش، الاغلبيه ديالو كيجي في السوق السوداء وكيدخل كيتمش كيتباع هنا. الاشكال كيوقع شنو هو؟ هو كتلقى قرعه كبيره ديال البولين، شحال ديال الثمن؟ 150 درهم. انت كتشوف قرعه كبيره وكتشوف قرعه صغيره ديال البولين ديال فلافاغ كتقول ويلي واه فيها بزاف نمشي نشريها. البروبوليس كتلقى قرعه كبيره ديال البروبوليس السميه كاينه ياك، الماده ديال البروبوليس شحال كميه قليله، وشنو زايدين فيه؟ بيان سو زايدين فيه الشماع زايدين فيه البولين وكذا، وكتقول انت راك تاخذ بروبوليس. لاجوري رويال وما ادراك ما لاجوري رويال. عرفتي شنو هو لاجوري رويال؟ اصلا ملي كنا كناخذوه من الخليه شنو كنديروا ليه؟ كنديو معنا الثلاجه واحد الثلاجه صغيره وكنجبدوا لا سيلير كنقطعوها من تحت وكندخلوها في الثلاجه. علاش؟ باش من وقيته نوصلوا للدار نحطوها في الثلاجه، لانه هي سريعه كتاكسد بسرعه. اذا كيفاش غتحافظ عليها بالبروده؟ ودابا شوفوا فوغيفر هذا تاع عباره على اقراص. اذا شنو كاين السر هنا؟ انه يعني الطريقه باش حفظت لاجوري رويال راه انا بالنسبه لي والله العظيم بحكم انا كنت ديجا ابيكيلتور انا كنقول كيفاش هذا العلم هذا؟ فريمون تبارك الله علاش كنزيد ناكدها؟ لانه البروديوم اوموروغي بكثر من 160 دولار، بان يعني الكيت شارج ديالهم اللي كيتحط في الاوموروغاسيون هذوك لي كومبوزون اللي هضرت عليهم مدام نور الهدى راه هما اللي كاينين في البخود. عرفتي باش تلقى ديك المكونات محافظ عليها ديك الحبه؟
بان هاد الدكاتره دي بروفيسور راه ماشي ساهلين، راه ناس تبارك الله عباقره. وحنا شنو الدور ديالنا؟ كنجيو كنحلو معاك، كيبقى داك السؤال باش دابا كلشي مزيان، باش شحال ما كطرح هاد السؤال باش دابا فيها داك الشيء. وداك الشيء كليون كيشي كليون كيقول لك دابا واش لا جوري رويه زعما زعما كلشي. انا والله انا صراحه، ولكن الدور ديالنا شنو هو؟ هو نجربوا، والعلم تجربه، والعلم نقراو. كما قال لي السالمي مؤخرا، قلت شوف هادشي كله كنقول لكم، هادشي كامل كنقول لكم راه راه مزيان، ولكن ما تيقونيش، ما تيقوش هادشي يقول اعتبروني كنكذب عليكم. علاش قال هذا؟ باش مشيت بحثو للطون، كتبحث كتولي عندك المعلومه والتجربه، راه كتولي اكسبير. للطون كيجيك قدامك لو كليون، طريقه كيفاش وجهك تاك لي غريماس ديالك، صوتك، عينيك، كيفاش كتكون كتهضر، لو كليون كيبقى يشوف كيقول صافي ناخذ اخويا، ما كاين حتى شي مشكل. لان اي معلومه غايقولها اللي عنده فيها الشك ولا عنده فيها شي تخوف ولا شي حاجه، اوتوماتيكمون شنو كتوليك لا فورس ديالك باش تجربه المعلومه. اذا اغلبيه المنتوجات راه نقول لكم ما امولوجيش. والحاله الثانيه، انا جاي مدام نور الهدى، الحاجه الثانيه اللي مهمه بزاف، راه عندك واخا هادشي كامل شتو راه غتلقاو بزاف الاسواق، ولكن راه القيمه اللي كاينه فيه كيكون الموبجيكتيف هو يعني كوميرسيال 100%. راه لا جولي رويال، راه بولين، لا بروبوليس، ولكن قلبوا على الكميه اللي كاينه فيه كتلقاها شي قليل جدا. هنا الواحد كيشري المنتوج، ولكن ما كيشريش القيمه ديال المنتوج، كيشري المنتوج كشكل ولكن القيمه ديالو راه خاسر. اذا شكرا مدام نور هدى، ولا كان شي تدخل شي تدخل بنت لي معلومه اذا كان مسموح؟ ايوا بطبيعه الحال مدام، مرحبا. في جيل الرويال كناخذوها تحت اللسان، علاش هو الواحد اللي غيتخذ تحت اللسان؟ لان فيه انزيمات هضيمه، وفيه اذا مشات كان الحمض المعده قليل في الجسم ديالنا راه ما كيتهضمش مزيان، كذلك فيه معادن. يعني الى هبطوا الجسم ديالنا يقدر ما يتمتصش بواحد الشكل يعني كافي. اللهم ملي كيتعمل تحت اللسان راه يعني واحد الطريقه اللي هي اسهل، ان الجسم كيمشي انزيمات شويه بشويه، يعني تستافد منه. وبالتالي حتى كذلك البروبوليس، بروبوليس كاين اللي كيشريهم كبسولات، هو تاخذوا كما عملها شركه فوريفر، يعني طبيعي يعني اقراص احسن بكثير من الكبسولات. وكذلك كما قلتي بان كتلقى كميه قليله، كتلقى ما كاين اللعب غير في البرودوي، غير في العلبه مثلا. العلبه كتلقى فيها كبسوله فيها غير 4 غرام، يعني بخلاف ان فوريفر كل حبه راه كتحتوي على غرام ديال البروبوليس، ولكن كبسوله كتلقى مثلا فيها 4 غرام نفس 4 الحبات. القرعه مثلا تلقى فيها 100 حبه، يعني ملي كتجي القيمه الثمن ديالها كتلقى الثمن راه زايد على فوريفر بواحد الشكل مختلف. طبيعه الحال مدام نور هدى، وكاضافه على الحبوب اللقاح، حنا باش القيته اللي كنا كنديروا القيته ديال النحل، يعني الملكه باش تبيض، الملكه باش تبيض شو خصها؟ خصها البولين، خصها الماء والعسل. البولين والماء والعسل، بحكم انه في ذاك الوقيته ديال الخريف ولا الوقيته ديال السيتو، الوقيته ديال الشتاء ما كيكونش البولين. شو كدير؟ كانوا كيطحن يعني الذره باش انه النحله غتمشي تاخذ، كطحن الذره وكيدار في واحد البلاصه يعني في هكا على برا، ولا كيدار في واحد العلافات كنقولوا حنا العلافات، وكنديروا السيرو كذلك. ولكن شنو كنظن تقطع ياك؟ كنظن تقطع. داكور، كما قلت لكم انه هذاك الحبوب اللقاح اللي كياخذوه، هو ماشي حبوب اللقاح، هو راه عام الذره، كيدخلوا كيتخزنوا في وسط الخليه على اساس انه باش يتغذى منه، مساله طبيعيه جدا، عادي جدا. وما كيجي البولين اللي هو الزهر،
كيمجوا لانه كيدخلوا في وسط لي سيلول وكيتجمع. حنا بالنسبه لنا كان حاله ما كناش كنديروا كنخدموش بالبولين، ما كنخدموش بالجولي رويال بالبروبوليس، حيت حنا كنا مقابلين كناخذوا على حسب. ولكن الناس اللي كيديروا لا برودكسيون ديال البولين كاين بزاف ديال الانواع ديال الناس اللي هما ديزابيكيلتور الله يهديهم الله يسمح لهم، انه هذاك لا برودكسيون ديال البولين كياخذوا هذاك الشيء اللي هو كاين وسط يعني وسط لي سيلول، وبطبيعه الحال كاين دي زاباغاي اللي كيحيدوا منه هذاك البولين، هو راه مخلط وراه ماشي صحيح داكوغ. اي فوالا، اي باش تعرفوا بانه راه هاد المكملات الغذائيه اللي هي ديال المنتوجات خاليه النحل اللي كاينه في لو مارشي راه ماشي كلها كتلقاها دو كاليتي. اذا راه حتى كتاخذ السميه ولكن الجوده راه ما كتاخذهاش. اذا مدام نور هدى اضربتينا، باقي لنا مدام كاين مادموزيل نيرمين وكاين عندها شي مداخله. تفضلي مادموزيل نيرمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير، وانا جيت سعيده وتطربت اليوم بهذا الفورماسيون ديال مدام نور، لان صراحه الحاجه كاع اللي كتقيس الصحه كتقيسنا كاملين، سورتو الا كانوا عندنا تجارب باغي في العائله. فانا استفدت منك اليوم وقيت بزاف تاع المعلومات، واخا كانت عندي واحد اللقاء اخر ولكن لحقتك الحمد لله باش ناخذ بزاف تاع الحويجات. الوغ هاد المداخلة ديالي فيها الشكر أول حاجة سيونس السيدة نور، والله يشافيها، والتجربة ديالك قاصتني. علاش؟ لأن أنا الأم ديالي فيها سرطان لمدة 19 سنة في الجسم ديالها كامل. سبغي أنا جربت منتوجات الحمد لله عطيتها ديكا بحكم التجربة المتواضعة ديالي في لاكتيفيتي. ما بغيت اليوم نعرف من مدام نور وما شنو هما المنتجات اللي تقدر تنصح بهم المقاوي الناس بليطو اللي بادي فيهم الكونسير ولا عندهم انواع اللي هي مختلفه، يعني شنو هي الرقم الموحده اللي ممكن اننا ناخذوا لجميع الانواع ديال المرض السرطان كسوا كونسير دو سا ولا في اي عضو كيف ما بغى يكون نوعه، يعني شنو هما المنتجات اللي تعتمد بحال كتقولي تعتمدي عليهم سو سون دي برودوي اللي هما بازيك يعني مجموعه اساس زائد الكميه وطريقه ديال الاستعمال. فحنا الحمد لله عارفين، مي غنبغي نستافد منك، غنبغي نستافد منك تاع المقاولين واحد اخر. شكرا. نجاوبك على هذا السؤال. اول حاجه ملي نعرف انا عندي السرطان، اول حاجه ان هنايا السرطان سرطانات كيختلف، ما انا عندي سرطان هرموني، اذا اول حاجه خصني نعوض الهرمونات. شنو الحاجه اللي غنحتاج انا في الهرمونات؟ غنحتاج اختي تكون فيتولايز، تعاونت به بزاف، خديت هذا جيل رويال بروبوليس، خديت البروبي، خديت هذا الاوميغا 3 ديال ارتيك سي، واستعملت كذلك سوبر جرينز. سوبر جرينز كان ما بين سوبر جرينز فيز اوف جرين، مره كنستعمل فيز اوف جرين مره كنستعمل سوبر جرينز، صراحه نفعوني بزاف. علاش؟ فيتامين سي ما نساوهش، فيتامين سي ولا الويفير. استعملت ما انا جاف في الاعضاء اللي يعني في الثدي، خديت انا صراحه البيرينكتار، كان عندي بيرينكتار وكان عندي الويفيرا يعني صفراء اللي هذيك العلبه الصفراء. كنت كناخذ البيرينكتار، ما كناخذش كميه محدده، ما كناخذش بالمعالق، دا كنت كنشرب شني ما انا كذا انا كنشرب، دخلت الكوزينه الثلاجه نشرب، خارجه نشرب، المهم كان يعني كنبقاش نلتزم بكميه محدده. الالويفيرا المثبته كنت عملت فيها 20 حبه ديال فيتامين سي، وفيتامين سي كنت كناخذ ما بين 4-6 الحبات في اليوم، هادو ما عنديش فيهم هذا، يعني ديك الالويفيرا المثبته في هذيك الالويفيرا اللي فيها 20 حبه كنت كناخذها في 3 ايام، يعني من يومين 3 ايام كتكون ساليت او واحده اخرى. طبعا فيتامين سي مهم بزاف، هنايا ملي كنقول سوبر جرينز راه فيتامين او فيتامين سي ملوك المناعه، وعاد سبيرولينا لان كتدخل الجسم الاكسجين بواحد الكميه اللي هي كبيره. كذلك كما قلنا جيل رويال كيدخل الجسم يعني الاكسجين بواحد الكميه اللي هي كبيره، لهذا هو مضاد للسرطان. بالتالي اذا هادو كمجموعه كنت كناخذها بالنسبه لي انا خديتها في هذا يعني بشكل موحد، يعني كنت كناخذها بشكل يومي ما عنديش فيها التوقف. الى جات هيدا مره كناخذ
بحال مثلا الكيتس، مره جبت وليداتي بديت كناخذ حتى انا معاهم، بديت كانت الانيميا انا باش التحليل الشهياني تخطيت معاهم. الديلي لان كان فيتامين دي، كيحتوي على فيتامين دي وفيه حتى المعادن فيتامين بي، يعني خديته حتى هو. يعني كل مره كنت كناخذ حاجه مختلفه، يعني يعني الجلاغام ها هي الالوي فيرا، فيتامين سي، الارتيك سي، الفيلز اوف جرين او جرينز، المنتجات ديال النحل، منتجات النحل هادو ما توقفوش. وتبقي مره دخل حاجه، اي حاجه كتخص المناعه داخله، ممكن توم الزعتر، ممكن الكالسيوم، كل مره شنو نيشان مدام لوبجيكتيف هو نطلعوا المستوى ديال المناعه، الهدف هذا كل ثانيه ناخذ لي زونتي اوكسيدون، باش لي زونتي اوكسيدون باش اننا نهبطوا من النسبه ديال لي سميتو لي غادي كوليم او الجذور الحره كتكون عندنا في الجسم ديال اللي عندنا كامل عند اي واحد، كتطلع لو طو ديالها، كتطلع النسبه ديالها، عارف المناعه ديالك راه ديجا هابطه، المناعه كتهبط كتطلع هي ثاني المناعه هبطات طلعات بدات كتضرب دي سيلول، وكتعرف كتضرب لا سيلول الاولى الثانيه الثالثه كيولي ورم. اذا بحال شي حوته حاشاكم كتكون في وسط الشواري لا ما كانش الثلج، اذا راه هذيك الحوته غتقدر تادي لكاع الحوت الاخر. اذا هنا لا ما كانش الثلج، حنا الثلج هو لا فيتامين سي لا فيتامين او اونتي لي زونتي اوكسيدون زائد المناعه، باش كنخليو هذيك الحوته انها تبقى صافي راه ما غتاثرش على الحوت اللي كاين. اذا شكرا مدام نور هدى، الله يعطيك الصحه، تبارك الله على التكوين الرائع الجميل. انا فتني، انا اصلا والله العظيم ما استفدت، وسبحان الله العظيم درت واحد بحال كنقول واحد اعاده ديال داك الشيء اللي مشى ليا هذه السنوات. شكرا على الوقت ديالك، شكرا على يعني المجهود اللي درتيه، حكم ان مدام نور هذا ربت بيت عندها تبارك الله وليدات، والحمد لله وميم طون كتشتغل فوغ افاغ، والكراد ديالها بطبيعه الحال انيماتريس، ولكن بغينا نشوفوها اسرع وقت ممكن، اسرع وقت ممكن ان شاء الله لو كراد ماناجر. ولكن بالله غنحبس هنايا، غنحبس واحد